كنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الراوتر RT1900AC من شركة ساينولوجي، والراوتر ده كان راوتر من الفئة المتوسطة، بس كانت الحلقة عبارة عن overview للتكنيكال ديتيلز والدعم اللي بيقدمه لك. الفكرة في الراوتر ده ان هو بيستخدم operation system باسم SRM، شبيه الى حد كبير جدا من DSM بتاع شركة ساينولوجي في اجهزة الناس ستورج بتاعتها. الراوتر بيديك صلاحيات مختلفة عن اي راوتر تاني انت ممكن تشتغل عليه. ممكن تخلق منك الدكتاتور اللي يتحكم في الشبكه بتاعتك وفي الاجهزه اللي على الشبكه بتاعتك. الاكسس على الراوتر هيكون عن طريق النتورك او عن طريق الاي بي الخاص بيه اللي هو 192.168.1.1. هيطلب منك في البدايه الاي دي والباسورد ليك عشان الاكسس بعد كده على الراوتر، وبعدها يجي للكونفيجريشن بتاعه الراوتر من حيث الاي دي والباسورد للواي فاي والريجن التابع ليها، وبعد كده تختار المود اللي انت عاوزه للراوتر يشتغل بيه، اكسس بوينت ولا راوتر، وممكن كمان يشتغل ريبيتر، وده لان كل مود واحد فيهم صلاحيات مختلفة عن التاني. احنا هنختار راوتر لان دي المهمة الاساسية منه. الموضوع هياخد مش اقل من دقيقة ويديك اكسس على اليوزر انترفيس بتاعت الراوتر. اليوزر انترفيس الخاصة بالراوتر شبه اليوزر انترفيس بوحدات الناس من شركة ساينولوجي. اهم شيء في الراوتر هو النتورك سنتر. ده كل حاجة حلوة ومهمة في الراوتر، عن طريقه تقدر تراقب الترافيك لكل الاجهزة المتوصلة على الراوتر، ويحدد لك الجهاز ده اذا كان متوصل عن طريق اللان ولا عن طريق الوايرلس، واي تردد الجهاز اللي شغال على الوايرلس بيشتغل بيه، ويعرض لك اسم الجهاز والماك ادرس والاي بي ادرس الخاص بيه، وبيسحب قد ايه من سرعه الداونلود او الابلود، ده مع مستوى الضغط على البروسيسور والرامات بتاعه الراوتر. اما ما يخص الواي فاي فهو في حاجه اسمها سمارت كونكت، فانت لو مش عارف الفرق بين الترددات في الواي فاي وايه اللي تستخدمه وايه اللي ما تستخدموش، تقدر عن طريقها انك تسيب الراوتر يحدد التردد المناسب للجهاز اللي هيشتغل عليه بناء على الدعم في الترددات. وعندك حاجه كمان في الواي فاي اسمها جيست نتورك، الفكره فيه ان هو هيعمل لك شبكه خاصه بالزائرين عندك بدعم الترددات 5.2.4 جيجا هرتز للواي فاي، ده غير انك بتحدد للشبكه دي مده معينة تفضل شغالة فيها. تقدر عن طريقها انك تعزل الاجهزة المتوصلة على الشبكة دي من الشبكة الاساسية في انها تشوف او تاخد اكسس على اجهزة الشبكة الاساسية كنوع من انواع الخصوصية والامان. في تاب الانترنت، ودي بيكون فيها اعدادات الخدمة بتاعتك من الشركة اللي انت متعاقد معاها، وبيندرج تحتها شوية اعدادات زي السمارت وين، واللي عن طريقها تقدر تجمع ما بين خطين انترنت وتقسم الضغط ما بينهم، او في حالة ان خط منهم وقع يقوم التاني مكانه، وهنا بتندرج تحت اسم فيل اوفر او لود بالانسنج. في كمان الكويك كونكت، وده تعتبره الاي دي بتاع الجهاز بتاعك، وده اللي بيديك اللينك اللي عن طريقه تقدر تاكسس الراوتر بتاع ساينولوجي من اي مكان خارج الشبكة بتاعتك، فسواء كنت داخل الشبكة او خارجها هتقدر تتابع كل حاجة بتحصل على الراوتر بتاعك. اخر تابة تكون 3G وال4G، ودي بتختص بالمودم اللي تقدر تشغله في حالة ان النت العادي وقع بالكامل، ده هيقوم مكانه بصورة تلقائية. من اهم الحاجات اللي ممكن راوتر زي ده يقدمها لك هي نقطة التحكم، فانت بدل ما تقفل الراوتر او ان انت تسيبه شغال او ان انت تشيله خالص، انت ممكن تستخدم حاجة زي البرنتال كنترول والترافيك كنترول في ان انت تتحكم فيه. انت ممكن عن طريق البرنتال كنترول ما تخليش الجهاز اللي متوصل على الراوتر في ايام معينة انه يفتح اي حاجة اساسا، او تتحكم في نوعية المحتوى اللي يقدر يخش عليه حتى لو كانت لعبة على البي سي او الموبايل. طب ايه لازمة الترافيك كنترول في حاجة زي كده؟ انت عن طريق الترافيك كنترول هتقدر تتابع الشبكة بتاعتك، تحدد الجهاز اللي ليه صلاحية في انه يستخدم حاجة اسمها البيم فورمينج، ودي ببساطة فكرتها انك بتستخدم تردد 5 جيجا هرتز في الواي فاي انه يحدد اتجاه جهاز معين بعدد 6 اجهزة ويوفر لهم سرعة اعلى وتغطية مناسبة على حسب بعضهم عن الراوتر، بدل ما يفضل يبعت اشارات في كل مكان على الفاضي. وبرضو عن طريق الترافيك كنترول تقدر تقفل النت على جهاز معين في لحظتها، او تحدد له سرعة معينة ما يقدرش ان هو يسحب اكتر منها، او رينج معين يوصل له بكل سهولة، او انك تدي بحد اقصى لعدد 3 اجهزة الاولوية في ان هم يستغلوا النت بكامل سرعته. المختلف كمان من ساينولوجي انك تقدر تراقب الراوتر بتاعك من بره الشبكة عن طريق ابليكيشن موجود على الاندرويد والاي او اس باسم DS Router. الاكسس بره الشبكة هيكون عن طريق الكويك كونكت، اما لو انت جوه الشبكة هيكون عن طريق الاي بي ادرس بتاع الراوتر، وهو هيعرفه بطريقة تلقائية مدام انت جوه الشبكة. الاعدادات اللي في الابليكيشن هي نفس الاعدادات اللي موجودة في الاس ار ام بنفس طريقة التحكم. زي ما شفنا ان الراوتر بيديك صلاحيات كويسة جدا في المراقبة، ده جانب طبعا الصلاحيات اللي بيقدمها لك في التحكم في كل حاجة بتحصل على الشبكة.
سواء كنت متواجد في المكان اللي فيه الراوتر على البي سي او على الموبايل، هتقدر تتحكم في الشبكة بتاعتك بسهولة وبشكل اسرع بكتير، مقارنة بالراوترات التانية اللي بتكون الكنترول بانل فيها معقدة جدا، وغالبا بتبقى داخل مش فاهم الفيتشرز دي بتاع ايه او الفيتشرز دي بتعمل ايه. ففي الاول وفي الاخر ده راوتر هيتعامل مع الاجهزة بتاعتك والشبكة بتاعتك بصورة احسن من اي راوتر تاني ومن اي سوفت وير ممكن يسبب لك اي مشكلة في الشبكة. وكالعادة ما تنساش تشاركنا رأيك في التعليقات تحت عن الراوتر وعن الفيتشرز اللي بيقدمها، وما تنساش تعمل لايك لو الحلقة عجبتك، سبسكرايب لقناة عرب هاردوير، اشوفكم في الحلقة الجاية.